سمو الشيخ صباح الخالد لو مهما شكل ما راح ترضى الناس على كل تشكيلة. نعم. لكن الغريب أن يتم استبعاد شخص ويجيبون المكرر له. أنت شنو سويت؟ أنت بس مجرد مسحت اسم وحطيت اسم مكرر. طيب إذن معناها أنت مو حكومة إنجاز. مو حكومة إنجاز. مو حكومة إنجاز. سمو طالب للحين شلون مو حكومة إنجاز؟ أنا أقول لك مو حكومة إنجاز. سمو للحين. أنا أعطيك المؤشر. كل الحكومات اللي تم تشكيلها كنا نحتار في بعض الوزراء. نقول والله ندري والله ما ندري. الآن الوزراء اللي عندك في منهم مكشوفين واضحين احنا ندري شنو شغلهم، بس في وزراء انا اقول لك سمو رئيس مجلس الوزراء ما يعرفهم ولا احتك فيهم.